أهلا بكم مشاهدين ومستمعين إلى جولة في الصحافة، والبداية من الصحافة الدولية وموقع شبكة CNN الأمريكي، والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أن الغارة التي نفذتها طائرات أمريكية على معسكر في ليبيا غير بعيد عن مدينة سرت كانت تستهدف مجموعة من الإرهابيين الذين يعتقد أنهم على صلة بعملية الدهس الدامية التي جرت نهاية العام الماضي في العاصمة الألمانية برلين. ونقل الموقع عن مصدر أمني طلب من CNN عدم كشف اسمه أن التحقيقات مستمرة حاليا لمعرفة ما إذا كان المشتبه الرئيسي الذي يعتقد أنه على صلة بهجوم برلين قد قتل جراء القصف، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول طبيعة الصلة المحتملة للمشتبه به بالعملية. وأشار الموقع إلى أن تحقيقات الشرطة الألمانية في هجوم برلين كانت قد حددت أرقام هواتف ليبية أرادت البحث عن المزيد من المعلومات حولها. إلى الصحافة العربية وموقع صحيفة العربي الجديد، والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أن قناعة محلية ودولية حول إعادة النظر في الاتفاق السياسي يبدو أنها بدأت في الترسخ بفعل فشل المجلس الرئاسي في إيجاد حلول للمشاكل اليومية للمواطن الليبي، فضلا عن تحوله لطرف في النزاع الليبي بدلا من توليه العمل على جمع الكلمة السياسية والعسكرية في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان موسى الكوني العضو البارز في المجلس الرئاسي عن استقالته ساهم في إيضاح هذا التوجه الإقليمي والدولي. وأضافت الصحيفة أنه على الصعيد الإقليمي تشهد المبادرة الثلاثية لدول الجوار شدا وجذبا على خلفية إصرار الجزائر وتونس على أن تكون أي تفاهمات ليبية مقبلة داخل إطار اتفاق الصخيرات، حيث شددت الجزائر على ضرورة عقد لقاء ثلاثي بين رئيس البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي لمناقشة منصب القائد الأعلى للجيش ووضوح التفاهم حول المادة الثامنة من الاتفاق السياسي. وهذا المسعى يصادم بحسب الصحيفة رغبة القاهرة التي تحاول جهدها الإبقاء على الملف الليبي بيدها من خلال اقتراحها إنقاذ منصب حفتر العسكري.